السلام عليكم. في هذا الفيديو راح we're gonna train a neural network model on the Arabic MNIST dataset. فإحنا راح نشوف هاي الداتاسيت، راح تكون زي ما هون مكتوب فيها ADHDD إشي زي هيك. إحنا of course إحنا we're gonna use Kaggle عشان هذا الهومورك. فأول شيء رح نعمله إنه رح نعمل create. أول إشي طبعاً رح ندخل على كاجل، بنكتب على جوجل كاجل وندخل نعمل register، بنحط إيميلنا وكل شيء وبصير عنا account وندخل عليه. بعدين ندخل على هذا اللينك اللي هو تبع Arabic handwriting digits dataset ومنشوف إنه هاي هي الداتاسيت اللي بدنا إياها. طيب بعدين بنروح بنعمل new notebook ومنبلش. هلأ إحنا عنا new notebook، بنستنى شوي عشان يحمل لأنه it's loading. بعدين حيكون عنا هذا الإشي هذا، أوكي؟ هذا حيكون موجود already by default أول line of code، وبتقدروا تسووا له run عادي يعني. المهم هنا مكتوب add data. بكل بساطة إحنا رح نكبس add data ورح نعمل search لArabic digits، لأنه إحنا بدنا هديك الداتا سيتس اللي شفناها، ومنتأكد إنه هاي هي نفس الداتا سيت اللي شفناها قبل شوي، وبنعمل add. بمجرد إني أنا سويت add رح يطلع لي هون إن AHDD1 is ready to use. طيب طيب إحنا سوينا run لأول كود صح؟ حيطلع لنا بعد ما نسوي run حيطلع لنا هذا is sort of like output. أوكي؟ حيطلع لنا هذا الاشي انه هاي الديسكريبشن تبع الداتا تبعنا، اوكي؟ انه احنا في عنا سي اس في فايل، في عنا الدايمنشن 60 كي تايمز هاي الروز تايمز 784 كولومز ان سي اس في فايل، هاي الايمجز هاي حتكون السايز تبع الايمج، والتست ليبل حيكون عباره عن 10000 ضرب واحد كولوم، لانه الليبلز بتكون 1 دايمنشن. وهون الترين ليبل طبعا 1 دايمنشن وبس، وهون التست ايمجز طبعا حتكون 2 دايمنشن. الترينينج حتكون 60K، الايمجز التستينج حتكون 10K، اند ذس از اوكي. مش مشكله، هاي بس ديسكريبشن، هاي بنعرف انه هون احنا عندنا الانبوت داتا. هلا بنضيف كود وبنضيف، بنروح بنشوف ندرس هون ايش المفروض نضيف. طيب اول شيء صح، خلينا نشوف قبل ما نشوف الكود اللي راح نستخدمه، راح نروح على الديسكريبشن هون ونعمل كوبي انه هون هاو تو لود داتا اون كاجل. راح نعمل امبورت pandas as pd، احنا اوريدي اي ثينك سويناها هون import pandas as pd وسوينا لها run. فرح ناخد ال xtrain ورح نعمل لها equals pd.read csv file .input adhdd1 csv train images. هاي طبعا هي نفسها اللي شفناها هون ال descriptions اللي هون. طيب هاي بس هون عملنا description ايش ال input، وهون بس رح نحطها to this assigned to these variables اللي هي ال x train وال y train وال x test وال y test. okay we're just gonna assign the data into these variables. رح نحطهم هون. okay رح نشوف اذا بيشتغل كل اشي تمام معنا. طبعا المفروض انه هيك اشتغل. اوكي احنا هلا سوينا رن لهذا الكود واشتغل. هلا بنروح بنبلش بنشوف ايش في عندنا هون وي كان انبوت. طبعا احنا عم نستخدم الامنست، ف from keras dot datasets import amnest. انتوا هاي طريقه ثانيه ممكن تستخدموها عشان تضيفوا الداتاسيت. احنا خلص سوينا لها امبورت من هون add data، وبعدين we assigned our x train وال y train وال x test وال y test. ف first lines up to here ما إلها داعي أبدا، حتى يعني إحنا already we assign our y وال x وال y. ال x وال y already هون مكتوب mnist.load data، إحنا already
سويناها بطريقة تانية. طيب فرح نبلش من هو هذا اللاين الرقم 3 لتحت. طبعا رقم 3 بيكون reshape للداتا. طبعا احنا already لما شفنا الديسكريبشن تبع الداتا شفنا انه هو عبارة عن 60K ضرب 784، فما في إلنا داعي انه نعمل reshape للداتا تبعتنا. اوكي احنا already اصلا الشيب تبعنا 60,000 ضرب 784. عشان نتأكد double check بنكتب هذا line of code x.train.shape نعمل run x underscore اوكي حيطلع عنا 60,000 ضرب 784. طبعا هاي مش 60,000، هاي 60,000 ناقص 1 لانه هم بيستخدموا الاندكس 0، فلما تعدي 0 as 1 اكيد ال 60,000 رح يكون ناقص 1، يعني this is fine. وممكن تتأكدوا من الواي ترين كمان، يعني مثلا واي ترين هتلاقوا إنها 60,000، أما لو رحنا على التست رح نلاقيها رح نلاقيها 10,000 أو مش 10,000 9,909 لا هلا منشوف سوري التست زي الديسكريبشن هون حتكون 10K اللي هي 9,999 اللي هي 10K ناقص 1. طيب هاي بس عشان نعرف الشيب تبعنا. هلأ في هذا اللاين اوف كود اللي هو الاكس ترين والاكس تيست تقسيم 255، هذه عبارة عن normalization. اوكي لانه احنا each pixel عنا، يعني خلينا نشوف هنا الشرح مكتوب انه each pixel عنا وين مكتوب each pixel عندنا بالصور between 0 and 255، يعني اللينث تبعنا هو 2 to the power of 8 bits per pixel، يعني 2 to the power of 8 بيساوي 256. عندنا pixel 0 counts as 1، فاخر اخر اخر شيء بالبيكسل حيكون 255. اوكي فعنا هاي grayscale from 0 to 255. إحنا إيش بنسوي؟ بنحولها ل من 0 to 255 ل 0 to 1، يعني بس نقسمها على 255. تمام هون سوينا normalization. هلا بنسوي إيش في بعدين بالكود؟ عنا from Keras import utils. وهاي ليش بنسوي from Keras import utils؟ لانه هنا بدنا نستخدم utils.toCategorical. طيب هلا انا طبعا عشان انا عم بستخدم الكاجل راح استخدم راح استخدم كود شوي غير. خلينا نشوف ايش الكود اللي راح نستخدمه. اوكي import TensorFlow as TF بعدين from Keras dot utils import np utils. طبعا already احنا عملنا ال import utils خلينا نشوف شوي بس لانه TensorFlow اصلا جواها Keras، فموضوع خلينا نشوف import TensorFlow as tf. هيك احنا حنكون already سوينا import لتنسر فلو، وبكل بساطة from keras as the dot utils keras. طبعا keras جوا تنسر فلو dot utils و utils جوا keras import np underscore utils. وان ان بي يوتيلز ليش عملنا لها امبورت؟ لانه جواها التو اندرسكور كاتيجوريكال. يعني خلينا نشوف شو قصدي. احنا هون في اللاين اوف كود واي اندرسكور ترين ايكوالز تي اف دوت كيراس، كيراس جوا تي اف ويوتيلز جوا كيراس،
two categorical جوا utils. اوكي احنا سوينا import np utils عشان نقدر نستخدم ال two categorical. خلينا نشوف كيف راح نسوي هلا. y train equals utils dot two, او لا خلينا نشوف هذا الكود احسن. tf dot keras dot utils dot two categorical of y train. y underscore test equals, طبعا بس راح نسويها لل y. tf dot keras dot utils dot two underscore categorical. شفتوا كيف هاي الفانكشن جوا اليوتيلز؟ عشان نقدر نستخدمها لازم نسوي import np utils. بعدين بنكتب بكل بساطة y underscore test. وهلا بنعمل the same exact thing بس بنسوي copy وpaste. هلا احنا هيك we're defining our بس نعمل train. اوكي هاي يعني categorical يعني لانه احنا بدنا احنا a classification. اوكي هلا احنا طبعا عشان نبدا نستخدم بدنا احنا هلا خلصنا احنا الانبوت ظبطنا الاوتبوت والليبلز وكل شيء الانبوت والاوتبوت والاكسن وي ديفايند ايفريثينج حطينا وي امبورت ذا ايمجز وكل شيء. هلا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل موديل. بدنا نعمل موديل لحاله. اوكي طبعا الموديل بنعمله فروم كيراس دوت مودلز امبورت سيكوينشال. رح نستخدم سيكوينشال لانه الموديل تبعنا حيكون سيكوينشال. و from keras dot layers import dense. هلا احنا حنعمل بهذا الاكزامبل حنعمل بس one layer اللي هو ال dense layer. معناها انه each neuron is connected to each neuron is connected to each input neuron is every يعني في connection between each neuron between the layers. okay و 10 رقم 10 معناها 10 neurons. بس let's take it step by step. يعني احنا بس رح نعمل import dense. ممكن تعملوا import layer تاني مثلا dense comma conv 2d او مثلا comma ممكن تستخدموا layer تاني. اوكي يعني هلا خلينا نعمل define للlayers. نعمل from keras dot model model ولا models models import ايش بدنا احنا sequential. طيب add code sorry ما سويت run لهذا الكود. هلا نعمل له run. بعدين بنعمل from keras dot layers ايش بدنا layer يكون import بدنا dense layer. في عنا ليرات تانية ممكن احنا نضيفها زي خلينا نشوف ايش في ليرات. هنا احنا استخدمنا dense layer. ممكن نستخدم هنا بيعلمنا كيف نسوي dense layer. في layer المشكلة هذا الاكزامبل بس بضيف layer واحد. احنا ممكن على فكرة نضيف two dense layer يعني نسوي copy paste نحط layer مرتين. طيب احنا هذا احنا خلص سوينا الموديل. اوكي هلا سوينا import للsequential و import للdense layer. هلا ايش هاي انا يمكن غلطة from keras.layers importance from keras.layers. طيب هلا حنبلش نعمل define للموديل تبعنا. حنعمل model equals sequential لا بالاس capital sequential هيك. اوكي هلا احنا سوينا define للموديل تبعنا. هلا بدنا نعمل ديفاين لللاير تبعنا. خلينا نشوف بس موديل دوت اد بنضيف على الموديل اول لاير. في اول لاير وي سبيسيفاي ذا انبوت دايمنشن از 784 كولومز
وأول أول بارامتر هو عدد النيورونز ممكن إحنا نغيرها، والأكتيفيشن إحنا بنقدر نغيرها. أوكي موديل دوت أد، هاي أول لير رح نضيفه. حيكون عنا دنس لير، بدنا دنس لير، وحنضيف في الدنس لير 10 نيورونز، ورح specify الـ input الـ input إحنا إيش قلنا الـ input dimension equals 784. طيب input underscore dimension equals 784 بس للـ first hidden layer. هذا رح يكون عندنا الـ first hidden layer. الاكتيفيشن فانكشن ايكوالز، هلا انا مثلا بدي الريليو، انا بحب الريليو. اوكي انا بحب الريليو، ممكن نختار السوفت ماكس عادي. تمام، هلا احنا ضفنا اول لير، هلا صار عندنا نيورال نتورك، بس المشكله انها مش ديب نيورال نتورك لانه هذا بس وان لير. ممكن احنا نسوي نفس الشيء، يعني نعمل موديل، سوري موديل دوت اد دنس، سوري دنس لير ثاني عادي ممكن نعمله مرتين، ونختار مثلا 15 نيورونز. الانبوت دايمنشن دون نيدت، ممكن أسوي الأكتيفيشن أنا كافي، بقدر أختار أكتيفيشن فونكشن زي ما بدي. إيكوالز مثلاً أنا بحب السوفت ماكس، أنا بحب الأخير يكون سوفت ماكس عندي. طيب هلا بنعمل ران لهذا الكود، ران لهذا الكود. ليش ما عم يعمل ران؟ اوكي هيو عملنا رن للكود. هلا بنعمل كومبايليشن. هلا في فكره هون مكتوبه بالسلايدات انه عندنا الموديل دوت كومبايل، هذا اللاين اوف كود اللي هو رح نستخدمه، رح نسوي له كوبي. طبعا هون الاوبتمايزر فانكشن اللي هي الادم، احنا اخترنا الاوبتمايزر الجوريثم هي ادم، في الجوريثمات تانية احنا ما بهمنا، احنا بس رح نختار الاوبتمايزر هو ادم. هون مكتوب انه الكومبايل is a weird thing in TensorFlow. okay احنا استخدمنا TensorFlow. other libraries such as PyTorch don't involve compilation، بس احنا رح نستخدم TensorFlow لانها اسهل للاستخدام، و it contains Keras والموضوع سهل، يعني فياتها built-in function وسهل للفهم. اوكي لانه في other libraries ممكن نستخدمها، لكن الاسهل للشرح هي هاي. you will learn cross entropy، هنا مكتوب in applied data analytics ان شاء الله في الكورس تاني، ممكن انزل فيديو تاني. let's measure of how similar the probabilities distributions are. I'll tell you Adam in the next lecture. okay طيب هلا بنسوي بيست للكومبايليشن. موديل دوت كومبايل، سوي كومبايل للموديل. لوست ايكوال كاتيجوريكال كروس انتروبي، طبعا هاي الكروس انتروبي اشياء لها دخل بال الريزلت، كيف احنا هاو، لانه لما احنا نعمل ديب ليرنينج احنا بنختار كيف نعمل كروس انتروبي ولا كيف نعمل كلاسيفيكيشن ولا هاي الاشياء، وايش الاوبتمايزر فانكشن اللي بدنا اياها وايش هاي. طيب هلا احنا هيك سوينا كومبايل للموديل، هلا خلصنا احنا الموديل. طيب صار عندنا موديل، هلا ايش بنسوي بعد ما نسوي الموديل؟ نعمل تريننج. طبعا احنا اوريدي عندنا وي ديفايند اور تريننج داتا، بس ما دخلناها جوا الموديل، اوريدي احنا بس سوينا ديفاين للموديل. بنستخدم هذا الكود اللي هو موديل دوت فيت، بنحط الانبوت اكس ترين واي ترين، وبنعمل الفاليديشن داتا اللي هي الاكس تيست والواي تيست، وبنعمل الايبوكس ايكوالز 10 اللي هي الستبس. ستبس يعني كل ما زدتوا الستبس كل ما كانت الاكيورسي اعلى وكل ما كانت ابطا. اوكي والباتش سايز احنا بنختارها اس 200 كيفنا يعني، والفيربوز ايكوال 2. اوكي هلا هون بنعمل موديل فيت، هاي هذا اللاين اوف كود نعمل فيه ترين للداتا، بنحط التريننج داتا احنا عندنا كابيتال واي،
validation data التست عند ال Y capital وبس. هون حددنا ال steps وكذا. ايش المشكلة هون هلأ؟ X size 599 all arrays contain the same number of samples. طيب خلينا نشوف اشي. خلينا نشيك بس على الكود اللي سويناه له run فوق. هون عنا y test، هون عنا y test، معلش هون هاي y train، لازم نحط هون y train. so we'll just copy this and paste it here. okay y train هاي غلطنا فيها. sometimes when you have an error in the size ما رح يشتغل. it has to be defined clearly. ف we're just gonna rerun this to change the size and then we can now add this inputs to our model and train our model. X test X train Y train احنا سوينا run لها هاي Y test وهاي ال Y train. مش عارفة انا هلا ليش هيك. Let's just run all the code لأني أنا مش عارفة if it's if the size تبع ال y train وال y test. يعني ال y test حطينا هون y test وال y train هون حطينا y train. بالأول كان مش محطوط صح. shapes non 10 non 15 are incompatible. هلا عرفت إيش المشكلة. هادي مش compatible مع هادي. ممكن نخصص input dimension مثلا أو منشيل هذا line of code. نعمل run مرة تانية. هلأ طبعا إحنا we don't have a deep neural network, we only have one layer. هلأ now it's training. okay with one only one hidden layer. هذه الـ validation accuracy it's high I guess. yes this is normal يعني لأنه maybe it's easy data. هلأ بدنا نعمل test. مفروض الـ accuracy بالtest يكون أبطأ أسوأ شوي. so خلصنا الـ compilation والـ الـ training. so we finished the training and now we want to test. نستخدم الـ y test والـ x test. So for this case the validation data and the test data are the same, but this is how you evaluate the model. نعمل scores equals model dot evaluate. بعدين نحط ال input ال x. لا we evaluate أي model. X test Y test. okay X underscore test and Y underscore test. بعدين منطلع ال output تبع scores number one. طيب هون عنا ال accuracy. اللوس لا هاي الاكيرسي 9.9 ولا 99. so I guess الاكيرسي
اه لا هاي مش 99%، هاي 9.9%، بس أنا هنا I have 96%. So اه اوكي أنا هنا عندي more than one layer. لا I have only one layer. طيب هون استخدمنا السوفت ماكس، خلينا نجرب السوفت ماكس بدل الريليو. استخدم السوفت ماكس and then رح نعمل run again. طبعا أنا after I finish whatever I do in here راح أنزل هذا. I'm gonna share this notebook لأنه شوفوا هون اشتغل and it's 96%. It's 96% because I use the softmax layer. So I'm gonna save this and I'm gonna share the link in the description box so you guys can take the